طاهر جاوي مثل كثير من الكتاب باللغة الفارسية يشبه دليل السواح، يدلهم على العجائب والغرائب في المجتمع الذي يكتب عنه، ويكتب للفرنسيين أكثر مما يكتب للجزائريين. طاهر جاوي وكثير من المثقفين لم يدركوا إلى حد الآن ما يجري حولهم، لا في الجزائر ولا في العالم العربي، ما يزالون يعيشون في الخمسينات والستينات. هل كان موت طاهر جاوي خسارة للجزائر؟ سيدتي أنت تحرجينني بهذا السؤال، إنما أكتفي بأن أقول لك خسارة لأولاده، خسارة لزوجته، خسارة لفرنسا. يمكن القول أنكم فوجئتم به؟ لا، لم أفاجأ، وأنا قلت لهم من السنة الماضية، من مارس السنة الماضية، إما أن تنسجموا مع هذا الشعب وتحاولوا أن تفهموه، وإما أن تجدوا طريقا آخر، يعني مثل الرحيل، أن تحموا أنفسكم ولو بالرحيل عن البلد. الخلل في المعادلة هو أن المثقفين باللغة الفرنسية المعاصرين، وعلى خلاف ما كان آباؤهم وأجدادهم من المثقفين باللغة الفرنسية، يعتبرون أنهم هم الشعب، وأن بقية الشعب ينبغي أن تدخل ضمنه، وليس أنهم ضمن هذا الشعب يدخلوا في إطاره وفي تقاليده وعاداته وغير ذلك، وهذا انتحار من طرف هؤلاء.